يا ادهم، هتحاسب على المشاريب كلها ولا ايه؟ هتشيل شلة العيلة دي لوحدك؟ ملقوش غيرك انت واختك، ها؟ اللي طول عمركوا في حالكم عشان تدفعوا تم مشاكل الخان واهله كلها، هتبقى دي نهايتكوا؟ انت ونور اللي عمركوا ما اذيتوا حد، هي تتقتل يوم فرحها وانت تتسجن ومش بعيد تتعدم، والناس اللي المفروض تدفع التمن عايشين في امان وسلام، اتحطيت في وش المدفع ومحدش سمع عليك يا ابن الكبير، اتحطيت في وش المدفع عشان عملت خاطر لكل الناس وما عملتش خاطر لنفسك، حاولت ترضي الكل وفي الاخر ما رضيتش حد ولا حتى نفسك، كان لازم تفكر في نفسك وتمشي، تمشي وما تبصش وراك.